هذا هو اللي كاين، هو راه مازال ثلاثة نايم الوالي يعقوب ومجموعة من الأشخاص اللي كان غسل الرغبة الصحافة الصفراء اللي كان تتقاضى أموال من طرف المخابرات. ما كاين حتى شي انفصال، ما كاين حتى شي حاجة من هذا الشيء، والدولة تعرف هذا الشيء، ولكن ماذا تفعل؟ تحاول أن تموه الرأي المحلي أو الوطني أو الدولي على أن هاد الناس هادو مدفوعين من أجل الانفصال، مع العلم أنه كل هذا الشيء يتلخص في مسألة واحدة اللي هما مطالب اقتصادية اجتماعية ثقافية ورفع العسكرة.